هل من نصيحة حول ما انتشر بين الناس من التصوير في الحرم بصورة غير طبيعية، وهناك من يصور أهله والنساء، فما نصيحتكم؟ من صور صورة، هذا في الحديث الصحيح، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يجعل لكل مصور بكل صورة صورها، يجعل له لكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم في الحرام وفي غيره. فالتصوير حرام بأي وسيلة وفي أي مكان ولا يجوز، وكل ما أكثرت من التصوير فهو أشد عذابا عليك يوم القيامة.